السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صادق الهزاع من قناة بلاك بيرد جيمر. رجعت لكم الشباب في فيديو جديد، مثل موضوع في العنوان أو في صورة المقطع. في هذا الفيديو راح نحكي على البولباسات القديمة. رجعت على البلياردو، بس قبل ما نبلش، في المقطع السابق أنا عملت مسابقة على البولباس، فراح نفوت على الموقع ونسحب على الفايز. بنحط رابط المقطع هون وبنشيل التعليقات المتكررة، بنحط على جيت كومنتس 84 تعليق، بنحط على ستارت وراح يطلع عنا تعليق عشوائي من التعليقات، وهذا هو الفايز موحد سعيدي. يتواصل معي على الانستغرام منشان اعطيه البول باس. من تقريبا اسبوعين شركة ميك ليب حكت انه راح ترجع البول باسات القديمة على البلياردو، وفعلا رجعوا اول 3 بول باسات في البلياردو او اول 3 سيزونات في البلياردو. ففي هذا المقطع يا شباب راح نشرح لكم كيف بنجيب هاي البولباسات القديمة، وراح اعمل كمان مسابقة على البولباسات القديمة 3 بولباس في نهاية المقطع. مثل ما انتم شايفين هاي هي البولباسات، عندك 3 بولباس ب 15 دولار وتحت إيلت بولباس ب 20 دولار. طبعا هاي بتجيب 3 بولباسات في دفعة واحدة. اول بولباس هو راح يكون سيزون اوف تمبتيشن، والثاني هو سيزون اوف بلينك، والثالث 2020 جالا سيزون. هاي البولباسات الثلاثة سعرها في اللعبة 15 دولار، أما إذا بدك تجيبها إليت بولباس بتكون ب 20 دولار. فأسعار اللعبة غالية كتير، بنصحكم تفوتوا على موقع بيبر جي وتشتروا البولباس عن طريقه. فأي شخص حاب يشتري البولباس أو يشتري أي عرض في اللعبة يدخل على الموقع تحت في الوصف. وغير هيك شباب، في روابط كوينز مجانية كمان موجودة في الموقع، فاللي حابب ياخد كوينز او اي هدايا مجاني في البلياردو كمان الرابط تحت في الوصف. طيب يا شباب، اللي بتذكر الحساب اللي حكينا عليه في المقطع السابق اندر حساب، حاليا دخلنا في جيم على برلين، راح نحاول نوصل هالحساب هذا للمليار كوينز، وبنجيب الكرة رقم 15 بند تحت على اليمين، وبيضل عندنا الكرة رقم 12 والكرة رقم 14. وطيب يا شباب، بالنسبة للمسابقة اللي راح تكون في هذا المقطع، راح تكون مسابقة على الثلاث بولبسات اللي حكينا عليهم أول المقطع، أقدم ثلاث بولبسات في البلياردو. فإذا حابب تشارك في المسابقة، فقط اللي عليك تكون مشترك في القناة وحاطط لايك لهذا الفيديو، وتعلق تحت في التعليقات أي تعليق، ويكون ضمن التعليق حساب مشان نتواصل فيه معك إذا أنت كنت الفائز. طيب يا شباب، هذا ما عرف يدخل الكرة البلاك بند، فرح نجيبها بسهولة عن طريق السبن. بنحدد الكرة ونحط المؤشر مقابل الكرة البيضة، بناخذ السبن على اليمين، بنعطيها نص باور، فبتروح الكرة وبتدخل البلاك بند. وبس يا شباب، لهون بنكون وصلنا لنهاية المقطع. حكينا على البولباسات القديمة وكيف منجيب هاي البولباسات، وعملنا كمان مسابقة على البولباسات. لا تنسوا تشاركوا فيها، وبس في أمان الله. I can never fold white shit in my nose.